قام وزير الخارجية الفلسطيني رياض الملكي بعرض 5 خرائط للأراضي الفلسطينية المحتلة أمام محكمة العدل الدولية توضح حقيقة الاستعمار الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عبر العقود الماضية. وخلال كلمة له أمام محكمة العدل الدولية أكد المالكي أن الفلسطينيين محرومون من حق تقرير مصيرهم، لافتا إلى أن هناك إبادة جماعية تحدث في غزة. هذه الإبادة الجماعية الجارية في غزة هي نتيجة لغياب العقاب والمحاسبة محاسبة إسرائيل على المستوى الأخلاقي، والحكومات المتعاقبة في إسرائيل فقد قدمت 3 خيارات للفلسطينيين، إما التحرير ترحيل أو الاعتقال أو الموت، والتطهير التطهير العرقي والإبادة الجماعية، ولكن شعبنا هنا حتى يبقى على أرضه وحقه في العيش بحرية على أرض أجداده وعدم التسليم بحقوقه. لذلك أطلب منكم بعد الاستماع لهذه الأدلة القانونية التي ألا تنسوا الشعب الفلسطيني، وأن شعبنا يناضل في كل يوم من أجل العيش كأفراد ومجتمعات وكأمة. وقبل أقل من شهر هذه المحكمة أقرت بإجراءات مؤقتة بعد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل تحت معاهدة الإبادة الجماعية، والتي تواصل إسرائيل انتهاكها مفلتة من العقاب ومحتلة الأراضي الفلسطينية والقيام بالانتهاكات على أراضينا من أجل أغراض استعمارية. هذا الاحتلال والحاق الأراضي بطبيعته هي اختراق دنيء وخبيث للقوانين الدولية.